اليوم موضوع حلقتنا قرأت مقال على جريدة الشروق عجبني كتير والعنوان ملفت للنظر ومحتوى المقال أيضا غني ومميز. العنوان بيقول علامات إذا رأيت واحدة منها أعلم أنك في علاقة عاطفية للأسف ستنتهي. يعني هل ممكن أنه إحنا بالفعل ما يسمى بالريد فلاجز، يعني اللي هو جرس الإنذار أو العلامات الحمراء اللي ممكن أنك تشوفها بعلاقتك العاطفية واللي تعطيك زي جرس بأنه هاي العلاقة ممكن أنها تنتهي؟ هلأ أول علامة وهي بدي أبدأ فيها مع أنها هي آخر نقطة مكتوبة بالمقال، بتقول عن شعور الاحتياج. يعني العلاقة اللي أساسها هو الشعور بالاحتياج، بمعنى بالاحتياج للارتباط، بالاحتياج لتحسين صورة اجتماعية معينة، بالاحتياج للشعور بعدم الوحدة. قدي إحنا ممكن نكون مع أشخاص بس لأننا مشتاقين نحب، بس لأننا مشتاقين ننحب، بس لأنه ما بدنا المجتمع يشوفنا أنه إحنا لحالنا، بدنا نتجوز، بدنا نرتبط، وصلنا لعمر معين. هاي العلاقات اللي بتنبنى بناء على شعور بالاحتياج بتنتهي. ليش؟ لأنه بمجرد ما الواحد يشعر بالرضا، يعني أنت مع هذا الشخص لأنه أنت اليوم بعمر بدك تتجوز، أو أنت مع هذا الشخص بس لأنه أنت شعري حالك وحيدة وكل صحباتك تجوزوا وأنت ما تجوزتي، فبدي أكون مع هذا الشخص. طيب تمام، اتجوزتي، شو بيصير؟ العلاقة ما فيها أساس، العلاقة ما فيها جوهر. حققتي البند اللي أنت بدك إياه، اللي هو أنك ما تضلك لحالك واسمك تجوزتي وعملتي تك على الورقة اللي عندك. بعدين رح تواجهي الحقيقة، الحقيقة إنه هاي العلاقة ممكن ما فيها حب، ما فيها تواصل، ما فيها تفاهم، فهي ممكن مش بالضرورة إنها تنتهي أمام العلن، ولكن بينك وبين هذا الشخص هل أنتوا رح تكونوا سعداء؟ هل أنتوا رح تشعروا بأنكم بالفعل هذا هو شريك حياتي اللي أنا بحبه واللي أنا اخترته واللي أنا حابة أبني حياة حلوة معه؟ هون هو السؤال. فهاي أول علامة محتارة أي وحدة أحكي قبل. أوكي خلينا نحكي هاي العلامة. العلامة الثانية بتقول عائلتك وأصدقائك لا يحبون شريك حياتك. تعرفهم على شخص بيبدوا ينتقدوه. هلأ مظبوط إحنا دايماً بنقول قيموا لي الأصدقاء لأنه يمكن مش كلنا عنا أصدقاء ثقة. إذا عندك صديق بتوثق فيه وبتحبه كتير وبتعرف ومريتوا بتجارب مع بعض وخلص أنت ضامن إنه هذا الشخص خلينا نقول بيضمر لك الخير وبتمنى لك الخير، حطه بفئة العائلة. لما العائلة والأصدقاء بينتقدوا الشريك في بداية العلاقة، بتعرفهم أنت على شخص أو أنت بتعرفيهم على رجل ما بيعجبهم أو بيقولوا لك مش إلك أو مش مناسبة هاي المرأة إلك، بحسب الدراسات بأنه الناس اللي ما بتكون متورطة بمشاعرها بيشوفوا أحسن وبيعرفوك أحسن، فبالتالي عيلتك اللي بتحبك لما بيقولوا لك إنه هذا الشخص مش مناسب إلك هم بيكونوا شايفين إشي أنت مش شايفه. بيقولوا إنه من المفضل إنك تستمع لهم من الأول وتنزل من أول محطة. إذا كان في إجماع من عائلتك ومن الأشخاص المقربين منك إنه هذا الشخص مش إلك، يمكن أنت إذا نزلت من أول محطة توفر على حالك تعب ووجع قلب. ويمكن في ناس عنيدين بيحبوا إنهم يستمروا ويشوفوا ويعني ياخدوا الفرصة خلينا نقول بأكملها، وبعدين يوصلوا لنفس النتيجة ويندموا ويقولوا يا ريتني سمعت كلامكم. هلأ بغض النظر، هاي وجهة نظر، كل واحد عنده حرية شخصية يتصرف مع خلينا نقول بحياته وبتجاربه العاطفية بطريقته، ولكن هاي واحدة من العلامات اللي بتدل انه هاي العلاقة رح تنتهي لما يكونوا اهلك واصدقائك مش كتير حابين شريك الحياة او مش كتير شايفينكم منسجمين مع بعض. كمان نقطة كتير اساسية وعلامة كتير مهمة هو انعدام الثقة. عمرك ما تفكر انه انت ممكن ترتبط بامرأة انت ما بتوثق فيها وتكون سعيد، وانت عمرك ما تفكري انه انت ممكن ترتبطي برجل انت ما بتوثقي فيه وهذا الشعور يتغير. صعب كتير لانه الثقة اذا انكسرت صعب جدا انه الواحد يرجع يثق بالشخص بشكل كلي. ولما الشخص حتى لو اللي امامك تغير، لنفترض امرأة تعرفت على رجل عم يعني أثناء فترة الخطبة كسر ثقتها وتجوزوا، هل أنت بتعتقد أنه هي ممكن ترجع توثق فيك 100%؟ أكيد لا. هلأ ممكن أنت
تلتزم لشهر لشهرين لسنة لسنتين، ولكن هي هيك بمؤخرة راسها رح تضل دائما تشك. هذا الشك بخرب البيوت. بدي ألخص الباقي بشكل سريع. علامة مهمة جدا عدم التواصل، مشكلة كتير كبيرة لما أنت تشعر بأنه أنت مش قادر تعبر عن مشاعرك أو الطرف الآخر مش قادر يعبر عن مشاعره، وفي كتير مشاعر ممكن أنها تضيع مع عدم التواصل اللي موجود بهاي العلاقة. فهاي نقطة وعلامة لازم تستوقفكم إذا أنتم بتشعروا بأنه ما في تواصل، أنتم مش قادرين تتواصلوا وتتفاهموا مع بعض. عدم المسؤولية وعدم النضج لما في شخص أو طرف من الأطراف، وين راح صوتي؟ لما في طرف من الأطراف تشعروا بأنه غير مسؤول وغير ناضج، الطرف الثاني رح تروح عليه بالعلاقة، لأنه دائما الحياة ستتمحور حول مشاكل الطرف الغير ناضج والطرف الغير مسؤول، وفي واحد رح يمحي حاله بالعلاقة. فهاي كمان علامة تدل أنه هاي العلاقة رح تنتهي بالفشل، أو أنت كشخص كطرف ثاني بالعلاقة ما رح تكون سعيد ومبسوط. انعدام الثقة، عائلتك وأصدقائك ما بحبوا شريك حياتك، سياسة الفرق تسد، هاي استوقفتني النقطة ما حكيناها قبل. فرق تسد بمعنى في بعض الشركاء بيحاولوا انهم يبعدوا شريكهم عن كل من حولهم بكل هدوء، بيبعدوا عن أصدقائه، بيبعدوا عن محيطه، بيبعدوا عن هواياته، عن الأمور اللي هو بحب يعملها. لما هيك يصير اعرف بانه هذا الشريك عم بيحاول انه يسيطر عليك أو يتحكم فيك، فبرضو هاي العلاقات غالبا ما تنتهي بالفشل. الشعور بعدم الأمان واضحة، يعني لما أنت أهم إشي بالعلاقة أنك تشعر بالأمان، إذا أنت مش شاعر بالأمان ما تصدق أنه هذا الإشي ممكن يوصلك لبر الأمان. فالشعور بالأمان إشي كتير أساسي. السلوك المسيء لما يكون في إساءة، لما يكون في قلة احترام، لما يكون حتى لو ما حدا يقول لي بس ما هو عصب، لا، يعني هذا جرس انذار. اذا في سلوك مسيء هذا السلوك رح يتضخم ورح يزيد بعد الارتباط، فاهرب على السريع لما تشوف في سلوكيات مسيئه او قله احترام. كمان الماضي المسيء، الماضي المسيء يعني اذا في شخص كان مسيء لك في الماضي وانت قررت ترجع تعطيه فرصه تانية، عم تلعب على رهان كتير صعب، لأنه عم بتخاطر، لأنه غالباً كل الناس بتقول بأنه ما حدا بيتغير. هلأ إذا علاقتكم انتهت لأسباب تافهة، لأسباب سخيفة في الماضي، وحبيتوا ترجعوا تعطوا فرصة لهاي العلاقة تمام، ولكن إذا كان السبب ميجر وسبب جوهري وفرق بينكم بفرق إنساني شاسع بينك وبين هذا الشخص، أنا بتوقع أنه الفرصة الثانية يمكن ما إلها معنى. بس طبعا كل واحد حر، ويعني بالنهاية ايش بيقولوا هالنصيحة بجمل زي ما بيقولوا. امبارح بعيدا عن موضوع حلقتنا، امبارح معدة البرنامج بنان بلاقي منها مسج على انستغرام، واذ به بوست عظيم صراحة، يعني كلكم لازم تسمعوه، كلكم لازم تفكروا بالكلام. سألوا سؤال: متى تتغير حياة الإنسان؟ وأخذوا إجابات من الفلاسفة، أشهر الفلاسفة بالعالم. السؤال هو كمان مرة: متى تتغير حياة الإنسان؟ سقراط مثلا إجابته: عندما يعرف بأنه لا يعرف. سينكا أجاب: عندما يعرف حدود قدرته. فيلسوف ثالث جاوب بأنه تتغير حياة الإنسان حين يتألم وحيدا. نيتشه جاوب: تتغير حياة الإنسان حين يتجاوز نفسه. والفيلسوف الخامس قال بأنه حياة الإنسان تتغير عندما يؤمن بحريته. والسادس جاوب: حين يلامس معنى لحياته. السابع: عندما يتجاوز إرادته. والثامن أجاب بأنه حياة الإنسان تتغير عندما يموت. والثامن قال بأنه إحنا نحن نتغير وفقاً لمقتضيات الضرورة وليس استجابة لحريتنا. هاي كتير حلوة. وتاسعاً: نتغير حين ندرك بأن هذا العالم غير قابل للإصلاح. وأخيراً: نتغير حين يتقيأ الإنسان قلبه. تخيلوا قديه أنا بالنسبة لي كلهم صح، وكلهم بكل مرحلة ممكن تمر بظرف يغيرك بسبب موقف أو شعور أو مرحلة.
فشكرا بنان على هذا البوست، انا اي سيفد ات عندي يعني عشان دائما اضل اقراه. وانتم فكروا بهالجمل، ايمتى فعلا بتتغير حياه الانسان؟ صح 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 ص